قايم 8 اوم قلنا الريزستنس 8 اوم فبالتالي التوتال فولتج بتاع الجهاز كان كام 30 في 8 على طول كده بكام 240 ملي فولت اخره 240 ملي فولت هل ينفع ازود الرينج فيه اكتر من كده ما كانش ينفع باي حال من الاحوال هو اخر 240 ملي فولت دول الثابتين طيب لو انا عايز ازود عن كده هعمل ايه احط سيريز ريزيستنس زي ما قلنا في مين في الاميتر انا احط شنت ريزيستنس هنا المنتهى البسيط احط ايه سيريز ريزيستنس طيب سيريز ريزيستنس دي انا عايز اعملها ديزاين عايز اجيب قيمتها اللي تديني فولت انا محتاجه يبقى الفولت اللي انت محتاجه هو ده اللي هيبقى جيفن معاك يعني مثلا لو انت عايز ايه عايز الفولتج اللي موجود ريكوايرد يكون 10 فولت فبالتالي انا بجيب بعمل ديزاين حوالين الار اس عندي قانون عام كده بيقول ان الفي فول سكيل اللي هو الرينج الجديد بيساوي الاي فول سكيل في الار ام زائد الار اس ناس تركز معايا عشان كده بقول ايه هي بتنسين في مواعيد السكشن ولا ايه تعالوا لي الناحيه دي ركز بقى معايا التجربه الثالثه في الكتاب فولت ميتر مالتبلاير يعني انت بتعمل مالتبليكيشن للفولت تعمل زياده في رينج الفولت بتاعك اتفقنا ان الفول سكيل كارنت القديم كان ب 30 ملي والريزيستنس الموجوده الانترنال ب 8 فبالتالي اقصى تدريج للجهاز كان كام؟ قول 250 ملي فولت طيب هل ينفع ان ازود عن كده؟ ينفع باستخدام سيريز ريزيستنس معايا كده 50 طيب السيريز ريزيستنس دي هنجيبها ازاي؟ معادله ايه هي المعادله الفي فول سكيل بيساوي اي ام في الار اس زائد الار ام هطلع من هنا الار اس يبقى الار اس من هنا هتساوي ايه؟ في فول سكيل على الاي ام ناقص الار ام اكتب لي بقى المعادله دي كده في التيبل الاخير في التجربه الثالثه اكتب لي المعادله الاساسيه دي فوق كده ان الريكوايرد سيريز ريزيستنس تو كونفيرت اكتب كلام كده ريكوايرد سيريز ريزيستنس تو كونفيرت ده فولت ميتر into specific higher range is based on the following equation to convert the required resistance to convert the Darson voltmeter which has IM of 30 milli RM of 8 ohm قلت ايه بقى الجملة؟ معلش تاني كده to convert the Darson voltmeter which has اكتب الاي ام 30 ملي امبير وار ام 8 اوم انتو كام بقى سبيسيفيك هاير رينجز ام كام 30 ملي واحد يكتب الجمله دي بقى يبقى يصور منها ويكتبها بعد كده يبقى منه مش مشكله المهم دي ده الاوبجكتيف بتاع التجربه يعني اللي انا اقوله لك ده دلوقتي ار ام كام 8 اوم قلنا طيب هاد بيزد اون ذا فولوينج ايكويشن ايه هي الايكويشن بقى اللي شغاله ليها استنتجها كده اللي هي بتساوي ار اس بتساوي ايه؟ قلنا في فول سكيل على الاي ام ناقص الار ام. المعادله دي حطها لي كده في بروجريس وهي دي اللي هنشتغل عليها. بقى الفي فول سكيل اللي انت عايزه ده هو الريكوايرد فولتج اللي مكتوب عندك في التيبل اللي هو ايه؟ ريكوايرد فولتج. والار اس دي اللي انت بتعمل لها ديزاين. خلاص دي اللي انت محتاجها، محتاج تقيسها مره ومحتاج تحسبها مره ثانيه. يبقى انا هيبقى عندي قيمتين، مره ميجرد ومره كومبيوتد. والاي ام بتاعت الجهاز ده الثابت اللي ما بيتغيرش اللي هو كام 30 ملي امبير ده ثابت مش هيتغير معايا طول الايه طول التشغيل طيب يبقى ازاي يبقى احنا محتاجين ايه اجهزه محتاج يكون عندي دارسونفال العادي محتاج يكون عندي ستاندرد فولت ميتر هيتوصل في الدايره محتاج يكون عندي سبلاي محتاج يكون عندي سيريز ريزيستنس فقط هل انا محتاج دي في حاجه لا النهارده دي ملهاش دور خلاص كده نعمل ايه بمنتهى البساطه نوصل سي ريزيستنس العاديه تعالى بس ده بتاع التوصيل يلا مش وصلني سي ريزيستنس العاديه مع الدايره دي ادي السبلاي بقى على طول تمسك الدايره بقى على طول من السبلاي وخليك من السبلاي تاني من السبلاي على ايه؟ على الريزيستنس تخرج من الريزيستنس على مين؟ على الدرجة الأولى. ده؟
بشتغل عليه طبعا كانه ميتر اه بشتغل عليه كانه ميتر عادي خارج بتاعه تخرج خارج اي فاشن فاشن هنا ايوه على الرجع بس والله ثاني دي مالها سيريز كونكشن الكلام ليه فوم الكلام ده طيب انا عايز بقى الفولتميتر ده قامه ده يتوصل على التوتال فولت توتال موديفيكيشن اللي انت عملته انكلودد الار ام اي ام وانكلودد كمان مين الار اس بوصل لايه الفي توتال بقى على الاثنين دول او بمعنى تاني على مين على السبلاي فاكني قايس الفولتج الجديد اللي هو بعد ما عملت التعديل ده وضحت لي يا جماعه ايه عملت تعديل جديد التعديل ده شامل ايه يا جماعه شامل وجود سيريز ريزيستنس ريوستات عند كل فاليو منها اطلع قيمه الفولتج الجديد اللي انا محتاجه اسهل تجربه هي واللي فاتت في مشكله طيب نبدا بقى نشوف هنشتغل ازاي طبعا ودي السكيل بتاعي على ماكسيمم الله على الماكسيمم خلاص كنا بنعمل له الاول سيتنج على كام 5 اقعد هندسه مكانك عشان الناس تشوف هي خلاص كده خلاص دورك انتهى يعني مش هيبقى 5 فولت ده الايه ريكوايرد فولتج الاساسي اللي كنا شغالين بيه بس كان الريكوايرد فولتج ده ماله يا جماعه انا محتاج اوصل اجيب الفول سكيل كرنت فاكر 30 امبير انا كنت محتاجهم اقعد اغير من هناك اغير كده يا باشمهندس لحد ما اجيب الفول سكيل كرنت لحد ما ده يجيب الماكسيمم بالنسبه لي وده يقرا 3 هات تاني استنى بس ارجع تاني بس نور بقى كده المفروض الاوتبوت فولتج بتاعك او الاوبريتنج فولتج بالنسبه لك 5 والفول سكيل كرنت اللي هو الايه الكرنت بالنسبه لي 30 ملي امبير ده اللي هنسجله وكنا جبنا الانترنال زمان بكام؟ من التجارب اللي فاتت 8 تقريبا ولا 7 مش فاكر كام؟ 8 و9 نكتب نسجل الكلام ده 7.5 الار ام كانت معانا 7.5 خلاص اكتب الكلام ده في اول ايه في اول خانه عندك الاي ام 30 ملي 30 ملي والانترنال ب 7.5 اوم طيب الخانه الثالثه مكتوب فيها ايه معلش الخانه الثالثه الريكوايرد الريكوايرد فولتج انت عايز تاخد كام عايز تبقى الفولتج كام بالنسبه لك 30 الفولتج اللي انت محتاجه بقى عايزه يبقى كام سي مثلا 10 فولت كويس هو هنا الماكسيمم كام 5 لو انا عايز 10 فولت هل ينفع تعلى بالسبلاي على ال10 مباشره لا ايه اللي هيحصل هنا خلاص دي ماكسيمم ده اري ماكسيمم بالنسبه للكرنت فاعمل ايه غير في السيريز ريزيستنس اللي موجوده هنا دي بحيث يبقى فيه ديفيجن شويه يسمح بمرور الفولتج الجديد اللي انت محتاجه اللي هو 10 فولت وتظبط السيريز ريزيستنس بحيث ده يقرا كام في النهايه الفول سكيل بتاعك صح كده ولا غلط غير دي مهندس كده نقللها بقى واغير في المقاومه زود مش متقلل يا فوان زود ايوه زود 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 بس كده حلو ازود من دي لحد ما اوصل الى كام؟ الى 10 زود تاني قلل دي يا فوانس كده اسف ازود اسف زود تاني 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 امشي امشي هدي بقى هدي فول سكيل عندي صح بس تاني بس ارجع بقى التوتال فولتج كام؟ 10 طبعا قريب النيجاتيف يبقى المفروض اقسم انا بقلل عشان بقلل المقاومه عشان انا عايز اوصل من دي لده للفول سكيل كرنت يبقى بحقق ايه في المعادله الاولى؟ بحقق اي ام بكام؟ 30 ملي امبير وهم دول اللي مقريين هنا فعلا ده 30 ملي امبير الريكوايرد فولتج هنا كام 10 مطابق للفولتج الجديد بعد الموديفيكيشن اللي احنا عملناه يبقى كان 5 وبقى 10 الكمبيوتد ريزيستنس كام المفروض تطلع معايا دلوقتي في الحاله دي نحسبها بالكمبيوتيشن واجي اقيسها بمين بعد كده 10 على 30 بالاوم ميتر بالاف طيب اكتب بس طبعا عندك سلايد ثاني زياده عشرة 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 عش
عايز تجيب ايه؟ الار اس. الار اس بيوتي في اللي هي ال حسبت الار اس 10 على 30 و10 على 10. الار اس احسب بقى الريكوايرد فولتج 10 وده 30 ملي ودي الار ام اللي انتوا عندكم. خلاص الار اس ميجرد. ايه دي الميجرد؟ الار اس ميجرد دي ار اس كومبيوتد. اه خدها بقى كده وهي الام بالاف وكان ام. بس الاول لازم نوصل ايه نوصل الباور. يس اكتب جنبها كومبيوتد. شيل بقى الطرفين دول. وصل 225 ما ينفعش تحط عليهم. ليه بقى؟ لان ده كده اري ايكويفالنت ريزيستنس. اه فلازم ناخد الريزيستنس لوحده. شغله كاوم هيظهر لي الميجر. هيقيس لك الميجر ريزيستنس قد ايه. وريني زمان شغل النور الاول كده. النور كده دوس على دي اصفر كام؟ 380. ده الميجرد ريزيستنس. طب الكومبيوتد بكام؟ 325. يبقى الديفرنس ما بينهم ده هو البرسنتج. ايه برسنتج ايرور؟ صح ولا غلط؟ طيب انا عايز امالتبلاي الرينج اكتر من ال 10 فولت. هل عندك امكانيه؟ اه عندي امكانيه. نرجع تاني. لا سيب دول، سيب الطرفين دول وشيل الطرفين دول وترجع دول تاني. دول تحت مفهوم يا جماعه الجزء ده؟ يبقى المره فاكر بنعمل مالتبلاير اميتر، هنا بنعمل مالتبلاير فولت ميتر. ابدا اعلى ده اخره 10 فولت. زود المقاومه، غير المقاومه بتاعتك بحيث يسمح بمرور الزياده. زود وابدا ازود من هنا لحد ما عايز انا كام. يبقى الخانه الثانيه نكتبها 20 مش 30، خليها ستيبس صغيره شويه. يبقى نخلي دي 20 مش 10 او عايز 15 ناخدها 15 يا شيء حلو. خليها 15، خلي دي غير دي شويه. هات فول سكيل بقى. الريكوايرد فولتج كام؟ 15. والكرنت بالنسبه لي كام؟ 30. احسب لي ار اس وانت قيس ار اس. للي انا عايزه للفول سكيل كرنت بعيني على الفول سكيل كرنت وبقيس المقاومه وبحسبها. طلع كام؟ 412. وانت 512. 8 508. خلاص المفروض في الخانه تحسب بعديها ايه؟ برسنتج اير كومبيوتد ناقص الميجر على كومبيوتد في ايه؟ في 100. خلاص يلا رجع تاني الدنيا ناخد قرايه ثانيه.20 فولت. طبعا زي ما انت شايف كده يعني الارقام متشابهه قريبه. اه يعني ما بين 20 وبين 19 في فروق. ده خاص بمين؟ الفروق دي خاصه بمين؟ بالايرور. ايرور خاص بالجهاز. الوايرز اللي موجوده دي فيها انترنال ريزيستنس فبالتالي بتاثر لك. 659 و17 ميجر. حاجه التغيرات في الجهاز ده مظبوطه. هو ده وده الاثنين قريبين جدا من بعض يعني. انما لو كنا واخدين سبلاي زي اللي تحت ده كان مش هينفع. القرايه دي هتبقى ضعيفه جدا. 680. والكمبيوتد كام؟ 659 و17. اعرف ليه الارقام معاك؟ الارقام بعيده. تحسب صح؟ خلاص. لا انا بقول لك يعني هي ممكن ال 760 ما تكونش كده. ممكن الارقام مش مظبوطه. بس احنا برضه
هتجيب تقريب على الثلاث تجارب، هتكتب ريبورت على الثلاث تجارب. ريبورت يشمل بقى رسومات، يشمل تجربة، كل تجربة، الأجهزة المستخدمة في كل تجربة، يعني معظم الحاجات كتابة. بس أنا عايزك تركز شوية على يعني تعليقاتك تكون أكثر على النتائج. لو في كيرف اللينياريتي تعلق عليه، لو في الأرقام اللي احنا طلعناها تعلق عليه، لو في حاجة unreasonable اللي انت شايفها فيها مشكلة تعلق عليها، يبقى تركزنا في الريبورت اللي هيتقال في ملخص الثلاث تجارب على تحليل على النتائج. خلاص؟ دي حاجة. التقرير ده عليه درجة. لو لقينا اثنين عاملين نفس التقرير، درجة اللي بالك بقى الامتحان، يعني درجة العمل بتاعتنا 30 درجة. لو لقينا اثنين عاملين نفس الدرجة، الدرجة بتاعت الريبورت دي كلها غلط للاثنين. خلاص احنا هنقرا الاثنين دول ونشوف. نفس الكلام، انا بقول لك تحليل على النتائج، يبقى كل واحد ليه طريقه في الكلام، ليه طريقه في التحليل. نتائجك انا عارف ان هي سليمه لان بناخد نتائج واحده، بس تحليلك انت هيبقى مختلف عن زميلك. حاجه الثالثه الاتندنس بتاع الثلاث ايام دول، ثلاث تجارب على مدار الثلاث اسابيع، ده الويت بتاعه اعلى من الحضور الباقي، فبالتالي دول درجاتهم اكبر، زائد امتحان الفاينل في النهايه. انا عندي كده ثلاث حاجات ضمن ال 30 درجه، ممكن نقسمها عشرات او 20 و10 و15، يعني لسه التقسيمه مش جاهزه.